السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم. اسئله الفريق الاشتراكي اكثر من داكشي اللي قلتي، 5620. وبالتالي الاشكال المطروح ديال الاسئله الكتابيه في علاقتها مع تفعيل الفصل 100 من الدستور. انتم تعرفون بانه الحكومه ملزمه ان تجيب داخل 20 يوم. والنسبه اللي حقنا لحد الساعه تقريبا 52% من الاجابه، الحكومه تلقات الى حدود الساعه في هذه الولايه اكثر من 15000 سؤال، وهذا رقم غير مسبوق في تاريخ الرقابه الكتابيه على العمل الحكومي. وصلنا 64% في مرحله قليله قريبه. فهاد الدوره الربيعيه الفريق الاشتراكي كما ذكرت احال تقريبا حوالي 5620 سؤال. الى هذا الحد الامور عاديه، لكن اؤكد لكم انه يستحيل عمليا تحسين هذه النسبه لعده اعتبارات. اولا كاين اسئله اللي ولات كتطرح بصيغه السياسه العامه من قبيل يعني كيف يمكن للحكومه ان تنهض. شكرا سيد الوزير.